في إطار المشاركة بحملة التوعية والوقاية من سرطان الثدي الذي يتزامن مع الشهر العالمي لمكافحة هذا المرض، أقامت أخويات مرتقلة في الحواش بالتعاون مع جامعة الحواش الخاصة حملة بعنوان أنت الحياة، والتي تتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية تشارك فيها سيدات بعضهن عشن تجربة المرض واستطعن التغلب عليه. وهلأ عاملين فعالية بمناسبة الشهر الوردي لمكافحة سرطان الثدي، عاملين عمدة تقريبا الشهر بس مو كل يوم، يعني فعاليات متتالية. كوني أنا من إحدى السيدات اللي كنا مصابين بسرطان الثدي والحمد لله تعالجت منه، أنا بشجع كل سيدة أنه تعمل فحص مبكر، لأنه أهم شيء هو الفحص سرطان، لأنه أنه إذا اكتشفناه مبكرا السيدة بتقدر تتعافى منه. مشان هيك نحن ريع الفعالية كلها مخصص للكشف المبكر لسرطان الثدي عند السيدات اللي بالفعل قدرانين هلأ يواجهوا هالمشكلة. أين العنوان أنت الحياة؟ لأنه فعلا الأم أنا بعتبرها لها دور كبير بالبيت وبحياة الأسرة يعني إلى ولغيرها، وقت هي الحياة هي بتعطي القوة والدعم للبيت وللولاد وبالتالي هالدعم بده ينتقل لكل المجتمع. هلا أنا انصبت بالمرض حوالي 2 سنين ضليت اتعالج وتخطينا الموضوع، وهلا الحمد لله بمارس حياتي طبيعيه، ولحتى هلا بنعمل انشطه وبنحاول نشجع غيرنا لحتى يقدر يكشف عن المرض بكير وكمان يتخطى مثلنا ويعيش حياته الطبيعيه. شاركت اليوم فعاليه مارتقلة سباق الماراثون، طلعت الاول. فعاليات كره قدم وكثير فعاليات حلوه. وتضمنت الفعالية نشاطات رياضية للأطفال من سباق للدراجات الهوائية وألعابا ومسابقات متنوعة على ملعب جامعة الحواش الخاصة، من ثم تم توزيع الهدايا على الفائزين. عملنا أنشطة رياضية للأطفال وهلأ بدنا نقدم لهم هدايا كرمز يعني ويفرحوا أمهاتهم، ونتمنى الفرح والخير لكل النساء ويتموا مثل الوردة الزهرية مفتحين ويفحصوا حالهم على طول ويستفيدوا من هالشهر. مثل هالنوع من الفعاليات إلى تأثير إيجابي جدا على العامل النفسي، العامل النفسي اللي هو نمبر وان بالعلاج، أوكي؟ يعني نحن لا نفكر بالعلاج، أول شيء لازم نحن ندعم النفسية لنقول لحالنا نحن قادرين إنه نطيب، نحن قادرين إنه نشفى، لنأسس مجتمع، لنكمل يعني بتربية أطفالنا لتكون مجتمع، نكون مجتمع أفضل، تمام؟ أنا اسمي عازار سمعان. شاركت بمسابقة الركض وربحت هدية. كنت بسباق الدراجات الهوائية وكمان فزت بالمرتبة الخامسة، وكانت كتير حلوة المسابقات وإن شاء الله بيضلوا يعملوا لنا فعاليات. يوم رياضي ترفيهي تميز بالمشاركة الفعالة بغية التشجيع على ممارسة الرياضة التي تقلل نسبة الإصابة بهذا المرض وتضفي الفرح على نفوس الجميع. من ملعب جامعة الحواش الخاصة في وادي النضارة، شيرين العلي، الأخبارية السورية.